طيب باش نحكيوا على الزي هذايا نتاع الفروسية. نشوف في ساعة هذايا نتاع الكارتوش. احكي لنا، اعطينا فكرة على الزي هذايا. ثم انواع نتاع زي ولا زي موحد للفرسان الكل؟ بالنسبة للزي ثم برشا انواع، معناها كل منطقة في تونس عندها الجانب نتاعها، عندها نقولوا احنا لبس كيما الكورة، كل واحد والتيني نتاعو، كل واحد والتيني نتاعها. معناها والفارس الكامل المتكامل عادة يكون معاه السلاح. احنا بكري النقطة متاع الدولة متاع الدعم وكذا، اللي هو السلاح راه معناها حاجة مهمة بنسبة 90% في الفرجة، فهمتوا؟ لما الفرسان ما عندهمش المقرون، مش معناها ما تنجمش تحصل عليها الرخصة، معناها صعيبة صعيبة لقصة حد، فهمتوا؟ والسيف ما مرخص ولا؟ والله السيف انت والإدارة متاع المهرجان وكذا، فهمت؟ بالنسبه لللبسه، اللبسه كل منطقه وهي ولا باش تتميز. معناها ثم مثلا كيما القنور هذا مثلا، هذا الشعارات اللي فيه والالوان وكذا، هذا كل قبيله، كل قبيله عندها السيجل نتاعها. نقولوا احنا مثلا اللي فهمت ما نعرفش اللبسه البيضاء هذيك يتميزوا بها ديما عاده الفرسان، معناها بصفه عامه معناها المحاربين. نقولوا احنا معناها بالنسبه للمسلمين من قبل معناها لبستهم ديما بيضه، فهمت ولا؟ وبالنسبه للمحرمه هذه المحرمه هذه اللي تربط الحرام، نقولوا احنا الحرام هذا الحرام اللي المحرمه هذه معناها عاده معناها نتاع امه ولا نتاع اخته ولا كذا، ديما هو يتفكر روحه كي يمشي يحارب ولا كذا، مربوط بالعائله وديما عنده حاجه يتفكر بها اللي هو يزم يرجع لباس، فهمت ولا؟ وبالنسبة للحرام هذا معناها الحرام بما أن معناها هذه لبسة مقاتل، نقولوا احنا واحد ماشي حارب، معناها عادة الشهيد يتدفن دبشه كامل، فهمت؟ هنا يلبس هذا يعني هو الكفن متاعه في صورة ما لا قدر الله معناها استشهد في المعركة، خاطر هو معناها يلبس كل شيء مربوط بال الكرتوش. هذايا يتعمر بالكسكسي، يتعمر بالكسكسي هذا ثم ناس تشري الكسكسي وحده كذا، واحد والكبسيل وحده ويعمروها في الدار، فهمت؟ ما ان القوه نتاع خاطر هذه ما ينحولها الكسكسي، ينحولها الرش، معناها وقت تضرب ما ثمش رش، معناها جيست معناها صوت برا، فهمت ولا؟ ما فيهاش ريسك، معناها ما فيهاش ريسك. انا جيست باش يمثل المشهد، خاطر هي الفروسيه والمشاف هذا بصفه عامه معناها مشهد تمثيلي، معناها صوره من حرب مثلا، ينجم واحد يجري مثلا يضرب في عدو قدامه، ينجم يرجع عدو، فهمت؟ كل واحد وكيفاش يلعب وكل منطقه كيفاش اللعبه نتاعها. يعني نقولوا كرتوش بلات استعملوا فيه للاستعراض. اي الاستعراض برا، هي الاستعراض برا. نرجع لك السؤال، قلت لي هذه كل ترمز للقبيله، فسر لي اكثر، معناها كانت قبل القبائل كذا؟ اي بالطبيعه كانوا قبائل، وكانوا قبائل كبار في تونس مثلا. مثلا اللي عندك قبيل شنو؟ احنا والله تنجم تقول معناتها القبيله نتاعنا بون معناتها تابعين سيد عقارب، احنا فهمت؟ والله ما نجمش نقول لك القبيله بالضبط، اما احنا نرجعوا معناها يعني كما نقولوا الرمز هذا نتاع فرسان سيد عقارب. لا بون هذه راهي مش هذه غير جيست واخوها، خاطر معناها مثلا كما قال الجنوب، اهل الجنوب يلبسوا التعصيبه اللي هي هذيك، فهمت؟ البيضه هذيك اهل الجنوب. مثلا الشمال الغربي عندهم القنور هذا، بوزيد مثلا عندهم الريش، مظله الريش متميت، رايناها ديجا في المهرجان قبل في عقارب في الستينات وفي السبعينات، كانت عندهم مظله الريش، مظله الريش هذيك نتاع النعام يتميزوا بها، يتميزوا بالسروال العربي ومظله الريش. اليوم فارس كي يلبس تيني نتاع منطقه اخرى ما يقلقوش؟ لا ما يقلقوش، على خاطر تو معناها ولت فرجه اكثر منها حاجه اخرى، استعراض اكثر. معناها امور استعراضيه، هي قلت لك هي تمثيل للمشهد نتاع حرب، معناها فهمت؟ شوفوا توا ولاد صغار ما شاء الله، وقدامنا التسعة والعشرة والحداش والاثناش سنة قاعدين مغرومين هما بيدهم، تشجعهم انت على هذا؟ بالطبيعة نشجعهم، على خاطر الخير تخرجك من 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 دومانات، من برشا دومانات نتاع معناها نقولوا احنا فساد، معناها تو انت ولدك باش تخليه للشارع مثلا، الشارع ينجم يعلم كان الخايب، معناها ما يعلمش اوقات فراغ ويعمل بهم هواية فيها مصلحة يعني. وبالنسبه للحصان ياخذ الوقت كله، يعمل له حافز في القرايه مثلا، نعرف شكون انا مثلا ولده معناتها شرى الحصان وما شاء الله معناها شد ثنيه، فهمت؟ كل الفساد الكل بعد عليه، فهمت؟ معناها اي بطبيعه يخرجك من دومانات ويبعدك على خلط زايده، ثم خلط مثلا تبعد عليها من غير ما تشعر، فهمت؟ يعلمك الرسانه والتركيز. الحصان معناها كما قلت لك، معناها الحصان راهو سبحان الله مدرسه.
مش توصل تتعامل مع حيوان معناها لا يفهمك لا تفهمه. جيس بالنية معناها كي تركب الحصان ساعة لساعة بالنية تحكي معاه معناها ما تقول لا يدور يمين لا يسار معناها هو ديجا عرف إيش أنت إيش حاجتك وأنت تعرف هو إيش حاجة الحصان. يعني واحد كيما كرهبته يسوق فيها يفهمها فيها مشكلة ولا لا؟ حتى حصانك مثلا حتى نهم النهمة أنت داخل بالكهرباء تسمع النهمة تعرف ويسمعك يعرفك يسمعك تحدث في الدار يناديك بلغة أخرى فهمت. أما حوايج الفرسان تعرفها اللي من الناس المربي الخيل هذيك الزمنيين لا مش حتى الزمنيين جاي تربي حصاني واللي يعرفك وتولي تحن عليه أكثر من أي حاجة أخرى فهمت. أكيد هو كائن حي مقبل كل شيء أكيد هي الوفاء سبحان الله اللي خلق ربي كل الحصان اللي أقسم به ربي في القرآن معناه والعاديات ضبحا معناه الحصان راه يموت على خاطر مولاه معناه فهمت. فيدل على الخيرين باش نختم معاك في كلمة شنو تتمنى يصير في الميدان هذايا شنو يلزم يوفروه للميدان هذايا باش تكملوا وتكونوا مرتاحين؟ والله برشا حوايج الأهم معناها أول حاجة العلف هذيك قبل كل شيء الدعم معناها ما تنجمش ترقد حصانك جيعان معناها أنت راك تتبات أنت جيعان في كرشك وما يباتش هو جيعان معناها أول حاجة الدعم. ثاني حاجة ماذا بينا مثلا الناس اللي تربي الخيل ماذا بينا معناها ديما ثم شوي مجهودات تكون من الدولة معناها تتوفر مثلا كيما في عقارب مثلا ولا في ساقط مثلا معناش طب بيطري مثلا اللي تنجم تمشي له وتعدي مثلا كيما في برشا مراكز أخرى كيما أنت مفروض عليك تمشي يمرض حصانك كذا تهز سيدي ثابت اللي هي سيدي ثابت مثلا راي أنا باش تركب السيدي ثابت حب لك 500 ألف كريت كهرباء وكذا وكذا أنت بلاصمون باش تداوي حصان في ولاية صفاقس مثلا جنوب كامل يغطيه ولاية صفاقس كذا فهمت. هذه أكثر الحوايج اللي تقلق الفارس معناتها ديما كيما قلت لك العلفة وصحة الحصان. مشكور خويا وربي يحفظك إن شاء الله. عايشك الله ينورك وبارك الله فيك إن شاء الله.